طيب سؤالي الجاي يخص الكرة المصرية، كان في وقت من الأوقات كنت من الأسماء المرشحة لتدريب النادي الأهلي المصري، هل حصلت معاك مفاوضات فعلية ولماذا توقفت هذه المفاوضات؟ نعم، منذ عامان تم الحديث معي، كان عبارة عن نص اتصال وليس اتصال كامل لتدريب النادي الأهلي. نعم، لكن ما خدتش أي خبر بعد كده ولم يعطيهم إجابة كاملة ولم نتواصل من ذلك اليوم.